أهلا وسهلا مشاهدي قناة موني هولاند تي في، مرحبا بكم معي من جديد. عندنا نتواجد بالدنمارك، بالضبط بمدينة أروس، هذه تتواجد تقريبا في يعني قريبة للشمال. هذه ثاني أكبر مدينة يعني من بعد كوبنهاغن. أنا بعض المرات تنطق ب يعني تتكون عندي برونسياسيون بالهولندية، تنقول بعض المرات كوبنهاغن ولكن كوبنهاغن باللونجلي باش كلشي يعرفها. ويلا مرحبا بكم تكتشفوا معايا المدينة هذه. الشيء هذا تقريبا هنا يعني في لو سونتر ديال هاد المدينة هادي عروس. أنا غادي ندير لكم في صندوق الوصف يعني كاع عدد السكان وهذا. مهم تاني أكبر مدينة، هادشي اللي بان لي أنا في وهادي. عندهم واحد الكنيسة كبيرة هنايا، كاين نوطيل رويال. انا شديت لوطيل لهي عندي، دابا نصوروا لكم ان شاء الله. شنو كاين داك لي كريديت؟ ما عرفتوش انا بالضبط شنو هو. ديال الكنيسة انا كاين هاد الجهة الاخرى. النوطيل هذا تا هو بشر قليل عندهم هنا سبحان الله. تحس براسك يعني راك في لوروب كما تنقولوا. هذا هو السونتر ديال المدينة أوريس. On va dire que c'est un grand magasin, mais qui c'est dommage, c'est là. مدينة زوينة بكل صراحة. ثاني مدينة ولكن البشر هنا سبحان الله ما كاينش في الدنمارك بشر قليل. اي كود تلقاها في اي بلاصه. كروس كافي شي هاد المكازا كبيرة هادي، ولكن سي دوماج سادة. وهنا كاين دي كافي دي ريستورون. انا نيت لوطيل شادو غير لهيه، نصورو ليكم ان شاء الله. شي عندهم هاد المنظر هنا زوين بكل صراحة. راه بعيدة من كوبنهاغن بثلاثة سوايع. هادشي اللي درت انا، شدي الطريق مع ديك 12 وصلت انا مع ديك 3 و4، ولكن حبست 3 سوايع اكزاكت. شنو هاد المكازاية كبيرة. كاين هاد لوطر كوطان تاني. هاد لو كوطي هذا شتي، دابا دو مشاو كاملين دي ريستورون. Okay.
ومدينة كبيرة في حقيقتها.